بتاعت الاصابه يعني صراحه كان موجود معايا، بقول لك يعني عمل حاجه جميله جدا معايا ان هو متواجد معايا عند الدكتور نفسه. يعني لما كنت رايح عند الدكتور قبل ما اعمل العمليه هو كان متواجد معايا، كان بيدعمني طبعا، وان هو عارف بتحس ان في اب معايا بصراحه يعني. وهو دوره كابتن محمود الخطيب يعني غني عن التعريف، يعني حاجه اسطوره وحاجه عظيمه، شخصيه انت بتتعلم منها حاجات كتير، اللي هو كل الاحترام والتقدير. لا لا، حاجه مختلفه. الناس محترمه بصراحه يعني، بس يعني في اكيد يعني بص عدم لعبك بيبين لك حاجات كتير، والتعامل ساعات بيختلف. بس بصراحه يعني المجمل انت، انا شفت من ناس كتير احترام يعني وتقدير. اتمنى طبعا ان انا ابقى متواجد في الملعب وانتم موجودين، واقدر ان انا يعني انتوا بتدينوا ثقه كبيره، ولما بتتكلموا عليها بشكل كويس. وكان طبعا نفسي ابقى وقتها يعني ان انا ابقى موجود واحقق بطولات كبيره وكتيره ليكم يعني، بس قدر الله مش عارف افعل يعني. وفي الاخر انت دعمكم دايما مستمر، وده حاجه بتبسطني. بس كان عنده وقت معين كده، كان اول ما بيجي مثلا دقيقه 60 كويس بقى، حلو وحش، قادر مش قادر، كان كنت مش عارف ليه، بس برضه ما اختلفتش في الموضوع ده كتير. لا خالص، خلي بالك مستر كارتلون مشي، وبعدها جه كابتن حمد يوسف، وبعدين مستر دسارتي. كابتن حمد يوسف مستر دسارتي لعبت معاهم وقت كبير جدا، وكنت بلعب ماتشات كامله عادي مفيش اي مشكله الحمد لله. كان في وقت كبير كنت بظهر بمستوى كويس، بس انت عارف ان الموسم ده كان صعب جدا، من اصعب المواسم اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، وقدرنا ناخد الدوري بصعوبه. ولكن لما كان في اخر سبع انا كنت رقم واحد بقى، كنت بلعب ماشي رقم واحد الحمد لله في مركزي، كنت بلعب باستمرار لحد اخر سبع ثمان ماتشات تقريبا بعد ما خرجنا من افريقيا. حصل ان انا فجاه انت كنت رقم واحد بقيت بره خالص خالص يعني، مش رقم اثنين حتى. انت مثلا انت في الوقت ده مستواك مش احسن حاجه، فانت بتقعد حد تاني بيشارك، فانت فاهم لحد ما بترجع للمستويات. لا ده ما حصلش معايا، ده انا لقيت نفسي في بره خالص. ده طبيعي، انت عارف لما النادي الاهلي دايما او جمهور النادي الاهلي دايما هي البطوله رقم واحد، فانت الفتره دي كانت صعبه جدا زي ما انت بتقول. حاجه كنا متاخرين في الدوري، كان ساعتها كمان في الوقت ده في البطوله العربيه خرجنا منها، وخرجنا من افريقيا، خرجنا من الكاس، كان فاضل بطوله الدوري، حاربنا عليها والحمد لله خدناها. قبل فتره ما مستر نصرتي يعني الفتره دي كويسه، وفي البدايه مع كابتن برضه كانت كويسه، لان السنه اللي فاتت طبعا اللي هو السيزون الثاني اللي انا رجعت فيه النادي الاهلي ما لعبتش، فاقدر اقيمه يعني.